قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، تنسوش ديروا جيم. دابا الاداره كبرات وغادي نفتحوا فرعنا في مراكش باش ينقص عندنا شويه على الاداره. الموظفين غادي يصيفطوهم من عندنا من هنا. لا المدير كاين وتبارك الله عنده خبره حتى هو. اييه السي سعيد هو اللي يصلح تما. ديك الساعه غادي تكون ترقيه وانتقال في نفس الوقت. سي ادريس في الجريده. واخا نعمس واخا نعمس شكرا. الوي اهلا اندرا، اشنو درتي لها في لا ريزيرفاسيون ديال لوتيل المدام والدراري؟ بلاتي نشوف 20 يوم مزيانه. لا سعيدية مزيانة رخيصة وحتى الجو فيها مزيان. يلا مع السلامة. واخ سلامة. سي سعيد السي سعيد. اه سي دريس شخبارك العماد؟ كيدير الصحة بخير؟ عندي لك واحد الخبيرة. يا جدي سمعني. الله يسمعك الخير. سمعت السيد المدير كيقول جاتك الترقيه. ترقيه؟ اول مره السي ادريس تقول خبر زوين في حياتك من نهار تنعرفك. وهذا ديال الترقيه عرفتي شحال هذه وانت تتسناها؟ الحلاوه. ايه موجوده. بسم الله. هذا وعندي لك خبر اخر. ايه قولها مرضي الوالدين انت نسمع. جاك انتقال. انتقال؟ اويلي وفين؟ ملي خرجت ورجعت لقيت السيد المدير كيهضر على السعيديه. السعيدية؟ وفين جات هاد السعيدية؟ واقيلا على البحر الأبيض المتوسط. سي ادريس الله يعاونك. لا نسافر وما نشوفك شي ولا شي حاجة. فين غادي يا سي السعيد؟ غادي للسيد المدير. ليش؟ نقول له عطيني الترقية باش نمشي للسعيدية. يا ويلا سولك وقال لك شكون اللي قالها لك؟ نقول له سي ادريس الشاوش ديالنا الله يعمرها دار ما تيخلي عنده حتى شي حاجة مستورة. يا هي أنت ناوي تشريها ليا معاه. دابا الخبيرة هي في راسك السي سعيد وصبر حتى توصلك بشكل رسمي. سي ادريس كنت غادي نرونها معاك ياك. بلاتي ياك. اش؟ غادي نعطيك نعمة سيدي. الحلاوة وحدة ليك وحدة ليا ويلاه لشي قهيوة. تفضل فطرتي ولا مازال؟ مازال ما فطرتش. إذا مع هذا الخبر السي ادريس. ثلاثة، إيه غير ثلاثة البيضات. يا كاس واحد ديال سنيدة. لا زيد ديري هي نص كاس. واختي كل مرة كتصاوبيها ديري خمارة. ها ومرة مرة طلع عليها عندك تحرق ليك. وسيري الله يستر عليك ما تبقاش مقابلة التلفزيون تخليها تحرق. يلا سيري دابا نعاود نتصل بك. الله يعاونك. ولا فريده كان عليك تجيبيها لهنا وتصاوبي الكيكه هنا وهني راسك تحرق ولا ما تحرق. صباح الخير سي سعيد. والله اخويا ما كرهت. عرفتي راه كنمشي من هنا مهدوده مساليه ما فياش ما يزيد شي حاجه. العقل مالي انايا. ياك انا غادي من داخل تصاوب الكيكه تصاوب الطنجيه مالي انايا. خويا سعيد ياك شي بس ما كاين شتك كتهضر غير مع راسك. لا اخويا الا بغيت تقول لي شي حاجه قولها لي في وجهي ما تبقاش غير كتقمقم. لا اختي فريده ما بغيت نقول لك شيء. لا قولي لي فريده عمرك مشيتي سافرتي للسعيديه؟ السعيديه واش كتفلى عليا؟ انا راه مراكش عمرني ما فتو. على اخويا اللي غارق كريديات. عندك الكريدي ديال الدار الكريدي ديال الطوموبيل الكريدي ديال الثلاجه الكريدي ديال التليفون. صافي صافي الله يكون في العوان. زعما الموظف غير كتجبد مال حس الكريتي تيبدا تيسرسر.
ايه اخويا الله يكون في عون الجميع. ولكن لا فريدة، ما المرة اللي بغيتي تصاوب شي كيكة صاوب لنا معاك شي وحدة عليها. مرحبا اخويا سعيد. مرحبا. ان شاء الله راه غادي نرحلو. صافي لقيت لنا شي عتبه مرزقه ياك ولا شي بارطمان شي حي راقي. لا غادي نخلو هاد مراكش. ويلي غير نخلو مراكش؟ اه سعيد اش درتي؟ اش بغيت ندير؟ جاتني الترقيه. ترقيتي؟ فين غنمشيو؟ غادي نمشيو للسعيديه. سعيد فين جات السعيديه؟ جات حدا بنكريل. ايوا قريبه. اش جات من قريبه للسعيديه؟ راه حدا وجده وتطلع على جبل الطر. جبل الطر؟ يا ربي عجبك الحالة؟ عندك كمين مشي تقول لي بغيت نشوف امي ونشوف جدة. امي صافي صافي يلا سير عمر عليك. سيدي سعيد بعت علي واحد الفكرة. تنعرف الافكار ديالك كي دايرين. وغيسمحني عرفتي اش غادي دير؟ قبل ما تشد الانتقال ديالك في يدك غادي تسافر للسعيديه وتشوف هذيك المدينه كي دايره. عجباتك تبارك الله كشي اللي بغينا، ما عجباتك شاي غادي دير لهم انتقال تعففي تعسفي تعفوسي تعسفي هذاك وغادي تزوق في النقابه هما يدافعوا عليك. فكره عندك واعره. مشي معاك. لاش المصاريف بلا معنى والدراري من داني غادي نخليهم ها ولا نديهم معنا؟ ورا خاصني نعرف فين غادي نمشيو. كوني هاني ملي غادي نجي للسعيديه غادي نعاود لك كلشي. تعاود لي ما نعاود لك، رجلي هي على رجليك. اش دار لك الحاجه؟ ايوا دير ليها خاطرها وخليها تنوسك وحنايا غادي نبقاو مع الدراري هنا حتى وكان ترجعوا يا كاميلود. ايه ان شاء الله بحول الله مع خواتي. قول لي قالوا لي السعيديه فيها البحر ياك ولدي؟ لا فيها الوادى الوليد. ولاش؟ ولاش؟ ايوا ان شاء الله بحول الله مع قوتي نجيو نخيموا عندكم. مرحبا. وقول لي سي ميلود عندك بعدا الشورت؟ الشورت؟ لا الشورت. علاش باش تبرز؟ باش تعوم به. قول لي بعدا واش غادير في الخدمه؟ مال الخدمه مال الخدمه؟ ايوا اليوم الاربعاء غدا الخميس ان شاء الله فتح محرم، الجمعه ما كاينه خدمه، زيد عليهم السبت والحد ونهار الاثنين غادي يجي لهنا فين بالسلامه والوليدات غير تهنا عليهم. ساك الحاج احساس بها هو الحاج جات يا خويا. مجوجة وهذا اللي حدايا ما شتيهش سعيد. سعيد نوض نوض. انت بالفطور؟ اش من فطور واقله تنقرب يجي؟ شو الخينا مالو؟ السي سعيد كنقدم لك راسي. اش بغيت تقدم لي راسك ولا رجليك؟ وزي بدل ساعه بخرى كتعرفني على بشر كيف داير؟ صافي عطينا عندكم جاج التيساع. لا لا هي قلت انتم مسافرين وانا مسافر ما فيها باس الا ترافقنا في الطريق. اسي ترافق مع مرتك؟ اش بغيت ترافق معايا كتعرفني؟ اما تيحشموش ها وجهو صحيح. وييه نوض نوض يلا نمشيو بحال نلقاو البلاصه الاولى حدا الشيفور. على بشر كي داير؟ والله ما بقاو تيحشمو بالله. مخرج فيا عيني بقات في الكرافطات. الاخت مزوجه سفت
زين عطيه عطيه الفولة عطيه. لا سعيد راني عطيتهم لك سعيد. لا 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 عندك راه عطيتهم لك. لا غير قلب مزيان راني عطيتهم لك. راه قلب جيبي كلهم الله يهديك. ياك ما يكون مني كنت نعس دار شي حد وطيرهم ليا. لا ما طيرهم لك حتى شي حد انا كنت حاضيه. يلا سيدي يلا سيدي طلقنا راه حبس الناس. واخا تدرونا هاد الوريقات الله يجزيك بخير. واش الا مشيت عندك سيدي فريكيشي اللي قطع عليا الوريقات وجبتو لي كيشهد بان هو قطعت عنده ندوزو. اسيدي انا كنعرف في التيكيت ما عندكش ولا ودرتيهم سير قطع وحدين اخرين. زين يلا هز الباليزه ورجع بحالك. كيفاش رجع بحالي؟ ملي نمشي نهز الجيران كلهم عرفوني انا مسافر وفي الاخر رجع يقلب قلب اسعد جيابك وشوف. الله يهديك. شوف ها 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 هما قلت لك راه عطيتهم ليك خذ اخي شكرا سير اسيدي الله يعاونك شكرا سير اسيدي اخوان سير سعيد بلاتي بلاتي معيط لامي نقول لها على هذا الشيء اللي طرا لنا في الطريق واش دابا حنا اللي درناها دروكا في هذا السفر خصنا نقول لها لامك تطلعي للتران وهضري مع امك ومع جدك ومع كل شيء نعاود لها على النفوله وعلى التيكيت في الطاقيه زيدي زيدي للتران قبل لا يزيد ونوليو راجع للدار بالمعقول وعاودي لامك على النفوله وعاودي ولا يزيد علينا الترين زيد زيد اجي 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 ندير لك شي تصويره اجي شتي التقا ديال الترين هاكو يلا يلا طلع سير اه فيه البيوتة اه فيه البيوتة وفيه حتى الكوزينة ولا بيسين في السطاح الا بغيتي تشري حويجات كل شي حاجة واش انت تهزيتي قالك فيه البيوتة ها مرة سعيد شوف شوف فيه حتى بيوت الناس والله الا بيوت الناس البركة الاخ انوض صاحبي خلينا حتى حنا نعسو شي شوية نجلسو ولا بغيتي تجلس غير بوحدك والناس خصها فين تجلس ما بالك غير هذا الكومبارتمون تكركب تكركب لا قدام راه باقي تنيع خاوي تقلب على الصداع صداع يا دابا انا اللي نعس في ربعه ديال البلايص ها داير بحال انت هاد التران خليها لك الوالد درك اش بغيتي ما بغيتيش هاد التران يتحرك ولا تسمع نعس صاحبي نعس نعس وخليه سر سر تمطر الصباح بنادم كيدير سر سر يا دابا انا ردوني ما قانا سعيد يلا يلا نمشيو الركبه حدا هادو راه ناقصه بنادم الاعترف لا بشر السلام عليكم ها واحد جوج بلايص خاوينا هاك الله سمح لينا نقعد وحدكم مرحبا شحال نتوما حنا جوج كوبل تفضل يا الاخت الاخت الله يعطيك كثر تشوف انا كنقدم لكم راسي انا سعيد حتى حنا سعاده لا بغيت نقول سميتي سعيد وخدام في دار الضريبه وجاني الانتقال للسعيديه سعيد وغيصيفطو للسعيديه اما كون كان سميتو رشيد كون صيفطو للرشيديه الحمد لله ما سميتكش قاسم الحمد لله فين كانوا غيصيفطوك الاخ ما عجبتكش النكته ها الاخ الاخ هاو شوف شتي هاد الترقيه شحال هادي وانا تنتسناها حنت بزاف د الحوايج غادي نبدلهم في حياتي اش عاود تبدل وقيلا غادي يبدل المدى لا لا يحييك ويوصل يديك رجليك حتى يبدلني سيدي سعيد هذا راه راجلي وكيبغيني ومريزيرفي ليا في اوطلا 10 ديال النجوم نجمه كتنطح نجمه 10 ديال النجوم نجمه كتنطح نجمه وهذاك راه ماشي لوطيل هذاك راه سما بالليل يا ليل يا عين شتي الاخ ما تديش على كلامه كمل كمل ها الاخ ها الاخ الاخت عيط مشي عندك الطبيب ديالك وقول لي بدل لك هذا النظر راه عطاك النظر حولين الرجال تيبينهم لك عيالات وعيالات تيبينهم لك رجال نشوف هاد الدرهم مالو الله الاخ مجوجة
اهلا اهلا. شتي كون عرفت راسي بغيت نتلاقى معاك في هذا الفاكو كون مشيت على رجليا. اي 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 وزاد حتى بالقارو تتكيف مع راسك هنا في التران، راه منو القارو في التران؟ اولا التران راه واقف وثانيا الباب راه محلول. هاكا اسيدي كتعجبوني بعدا بالقرافات هاد الوش. سمح لي نقدم لك نفسي ياسر. لا ما تقدم لي على راسك، سير قدمو لشم الفرنات شي شوطو. مزيان؟ الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا خويا البلاصة. تفضل. الله سعيد. شوف لي بلي داك الدش عنده باش كنت نشوفها في الفلام تيديروا فيها المكحل. ويلي على المكحل واش مخليني يطلع كولا في الطحان وما كنتش شغلك يطلع حتى المدفع. شوف لا لا كلك المدفع ودا خويا نبدلو البصلوط ما جنبدلوهاش انا غادي نهز عليه يهمني بيه حلي جبدا نتلحل. الاخ صياد ياك؟ اه انا ملي كنت صغير كنت نصيد ب داك الجانكا هذاك تندير فيه متى تصيد الجوج؟ الجوج الاخ اش فهاد الشي بهاد البليده؟ هادي آلة ديال الموسيقى ديالي. ولا كاينه شي آلة الموسيقى قدا هكا؟ ومالها؟ هذا راه ساكسوفون آلة ديال النفخ راه تكون كبير. سعيد كيفاش آلة النفخ؟ آلة النفخ زعما بحال داك الشيء تيصوت بحال الغيطاء والنفار. آه. دير لنا شي حاجة نسمعوها. ها هو سعيد شت كامل عندو حناك النفيخ؟ راه داير الحياة مغطية الحناك. آه ولكن تخصنا الرقاصة. آه الأخ فنان. آه شوية تنحاول. يلا بعد. وفين غادي بالسلامة؟ غادي نمشي للرباط نشارك في واحد المسابقة. الله يسخرك اخويا. الله يسخرك. اللهم امين. ادعيو معايا. لا لا ان شاء الله. انا غنمشي حتى غيديها. ان شاء الله. إذا ديتها انت الله فيكم كامل. Thank you.
الفيسبوك عيط لحوفه هذا الصندوق اللي عجب لي هنا وشوفي عاوتاني عيطي على امك قولي لي راه تلاقينا مع واحد داك اللي كاين الله واخا نقولها ليها بيعي الحاجه اللي بينا نديروها قولي عليها والله الا عسيتي قولي ما كتعرفش دير هذاك الشيء ديال هذاك الشيء ديال الاخر ذاك او ما لوكرا دفتها بزاف دفتها بزاف عزيز عليك الموسيقى الخارج تويلي سعيد عمرك ما قلتي لي كتعرف هذا الغناء هذا نظن مالي كتعرف ليه يا يما واش تعرف مالي تيخرج الوراق الله يخليكم واللي غادي لوجده يبدل التران فاس حنا نيت نعمس ياك نعمس بني غادي يوصل فاس غادي يقولوها في البوق ياك ايوا غير رد البال الا ما رديتيش لبرا غادي يصدق في طنجه شكرا سيدي سلام انا غادي نعس واحد شويه فاش يبان لكم البحر عافاك في خوني سعيد نوض نوض غدا موجود اش من غدا نوض سعيد راه جاني الجوع ياك الجوع ورا الصقرا هو اللي جبتي فيه الماكله ديالي سعيد نقول واحد الحاجه وما تخاصمش عليا انا ما نخاصم عليك شي شتي هذاك الصاك اللي كانت فيه الماكله نسيتو في الطاكسي ما عندي ما نسالك اعتمدنا عليك في السفر بكري واش ندير لك عرفتي تجري دابا رمضان تيتسالك تيتسالك صومي اليوم وحيديه من الكريدي ويلا جاب الله عيطتي على امك عاودي لها قاضية الصاك بحال كيف تعاودي لها الطاقية الاخ بيتي سريعة صايمة من السعيدية ونجيو لها شويه ديال الحوت ولا غادي يموت في الطريق سعيد الله يهديك راه شي حاجه كبيره وباينه وعاطيه العين ايوا حاجه كبيره وعاطيه العين يا نديو لها شي ماريو كتفلع عليا سعيد واش الماريو غادي نديوه من السعيدية حتى لمراكش اها تتحمق عليا دابا ولا شنو سمع سفيان قول ليهم رانا ما تنحملوش وما تسطاش عليا شنو اللي ما كتحملوش ممكن الانسه كتهضر على كسكسو حرام عليك يا ساحي واش دابا كتكسو حنا لقيناه اها وقول لهم يردوا لي خاتمو دابا شكون هو اللي خردوا لي خاتمو كسكسو واش كاين شي واحد يتزوج شي واحد ما عندوش شخصيه وحاد ما فيهم موافق من هذا الشيء ورا سالينا قبل ما نبداو قول لهم هاد الهضره وسالينا صافي بسلامه تلاح وطرني حرام الاخ نمشي ستيلو نعمر هاد الشبكه ها الاخ الاخت اش بغيتي يجي شبكه ها اش بغيتي تعمر واش انت بغيتي داك الشويه ديال الضو اللي بقى عندك بغيتي تطفيه ما كتعطي مسكين بقى في مكان شتي كل ما داك السيد اللي قال لينا الا وصلتوا فاس بدلو كون دابا راه حنا في طنجه يا العاليه طنجه يا العاليه انا يسحب لي مجوجه الراجل جايل وشايف الدنيا صح انت انا بنو بطوطه شوفي غادي نخرج دابا نمشي ندبر شي ما يتكال وانت قابلي معك هاد البويز سعيد تخليني بوحدي تينا لا خويا رجلي على رجلك مالي انا بغيت نمشي نقعد 6 ايام 10 دقائق نمشي نتقدى ونرجع اش بغيتي تاكلي شوف لقيتي لي شي طاجين ديال الكفته بالبيض ولقيتي شي عنب شري لنا شي كيلو كفته بالبيض لا غادي نجيب لك السفه بالقرفه وانا انا اللي مكلخ اللي تنتشاور معاك سعيد لا تعطلتي اش ندير
الا ما رجعت خوتي الدراري اللي جايه دابا غادي لمراكش ونتلاقاو تما. غادي نبقى نعينك هنا حتى ترجع. سعيد عندك تنسى الحار. انا مونتي. لا يا مونتي الجو غزال حنا فاس. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك. شي محل تبيع الماكله هنايا؟ بغيتي تشري الدوبيش ولا تبيعو؟ لا بغيت انا شي محل فين تتباع الماكله. بغيتي تاكل؟ مرحبا مرحبا بمدينه فاس. مرحبا بك عند مولاي ادريس. ولا بغيتي حتى مولاي يعقوب وسيدي حرازم راه عندي الكليان والله تنتهلا فيك. واخ واخ. اشري شوف هي بغيتي تاكل؟ بغيت الماكله خير. وي ما قلنا عيب. شد مني انا. اش بغيت نشد منك؟ علاش؟ هادو العزازم. هادي هي العواشر وهادي هي المناسبة. بغيتي تشوف علاش بغيت العزاف هاد علاش بيتهم؟ العزاز بصاحبي العواشر لا بغيتي تعزف دارك. ويلي واش انا دابا نقول لك غادي مسافر قاب الطريق لوجده وتنقلب على شي مول الماكله وانت تقول لي لا هضر. ملي غادي مسافر شوف الشريف الله يرحم والديك وعاون صاحبي الصناعه التقليديه والله كنخدمهم لا بيدي. واخا بشحال يديروا هاد العزاف هذا؟ انت رخاصين اسيدي ها 30 درهم. لا غلا عليك يا مسكين هاد شام الصناعه التقليديه طويله ولا قصيره؟ راه هادي نيت. هي زوينه. شحال تدير هادي؟ 30 درهم. يلا انا بسم الله هات 30 درهم صافي. وهادي 20 درهم. والله خف الله يجعل بركه. اشري اشوف ها الاسطوره هنا والله الا الماكله مزيان. سير تاكل سير تاكل. زيد مني شي وحده اعطيها لنسيبتك ها. اشري اشري. ويلي 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 على مرتي ولات تسعى الماكله في التران. اويلي انا سعيد غادي نسعى. واجي طاح عليك من السما؟ هادي راه الماكله ديالنا اللي جبتي معنا في الطريق. يا قلت لي خديها في التاكسي. لا لقيت راسي جمعتها وسط الحوايج ونسيتها. هاكواك واش ياك ما قطرات لينا على الحوايج ولا شي حاجه؟ لا لا راه كنت ملويها مزيان هاك دق دق. بسم الله. شنو هادشي جبتي؟ لا هذا هو الكادو اللي غادي نديو للوالده عندك. ها هو كادو طويل. اويلي واش حنا غادي نمشيو هزين عزافه في التران؟ اي عندك الحق. عرفت واش غادي نديرو؟ غادي نرميو هاد العصا وغادي نحتفظو بيه بالشطابه حتى لمراكش نعاودو نشريو عصا اخرى صافي ونطلو في ماماك. هاك هاك كل كلي انتيا كلي انتيا بارك. زين شوف واحد السيده حامله وهزه معها السكر متقله دابا يخسر ليها بنادم. باين هزه التوام. السلام عليكم. وعليكم السلام. عفكا لا ما تعاونيني اش غادي نعاونها؟ واقيلا بغات تولد. على بالينا قابله تحلي لها عفك العقده. واخ ممكن دايره تهز بها التقالات كرشها. هذيك هذيك هذيك. بارك الله فيك. يلا زغرتي ها المرا بلادك كتولد زغرتي. هزه ماريو الحوايج في كرشه. كنجيب الحوايج من الشمال وكنبيعهم في الدار البيضاء. الراجل مات ليا وخلى لي 5 ديال الدراري. ايوا الزمان صعيب شنقول لك. وطرفه الخبز ماشي ساهل باش تجيبيه في هذا الزمان. ودابا الا جبتي طرفه الخبز باش دوزي ها هو عندك ها الكاشير ها الفرماج ها الشوكولات. سعيد زعما راني كاينه. زين واه انت هادي خفتي منا تلاقينا معنا نتفرقوا معنا. لالا عافاك الله يجازيك بخير. لالا حضوا لي هاد الصاك معاكم نجيب غير واحد التعبئه ونمشي. واخا لالا يا سيري. ولي 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 هادي شتها مشات وخلات الصاك هنا. واش انت حمقى بغيت تمشي وهي خلا صاك عمر بالسلعه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. بطاقة التعريف الوطنية داكو؟ صحيت شكون هذا؟ أنا ما سمعتيش غير بطاقة التعريف الوطنية، هادو البوليس. واش بغاو؟ على لاكارت. هاكا صحيتي. هاكا خويا السلام. غادي تمشيو معنا؟ أولي، غنمشيو معاهم. لدار الضياف. قول لهم راه حنا كنعينو التران.
قول لي شريفك شي بس ما كاين. جاتنا واحد المكالمه باللي كتهربوا السلعه وها هو الدليل قدامكم. ويلي سعيد مشينا فيها سعيد. لا لا ما سعيد الصف ديال واحد المراه حامله كانت حامله ودابا راه مشات تقدا شي حاجه يمكن مشات تعبى ولا شي حاجه. تعبى ني جيب شي سلعه اخرى دريس طاشيهم. اشنا هي طاشيهم؟ هي ربطهم. اويلي اللي تربطنا خويا راه حنا راهي المراه مولات السكن شفتوها. انا سيدي سمحوا لنا. ولي ولي نوض اخويا نوض نوض سعيد نشوف حالنا. لا لا ديري الديسير راه واش شكوت في الساك حلي. لا صافي شبعت. تسدد لك الشهيه. نوض نوض كحت. هادي ما تنساي تعاودي لامك الا دورتي لها التليفون. نوض كحت قالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. راك غايه مليح؟ واش تبغيتها ابن عمي؟ واش هاد الطاكسي تيديو لسعيد ابن عمي؟ سعيد؟ ابن عمك كتعرفو؟ لا فوجده هكا تيهضرو، شي ابن عم شي. هكاك. مابغاش تلقاو الطاكسي اللي يديكم للسعيدية. واش المعمول؟ خاصكم تباتوا حتى للصباح وروحوا. نباتوا هنا في الطاكسي؟ في لوطيل. في لوطيل واخا، لا نتشاور مع مدى. قال لك لا. خصنا نباتو هنا حيت الطاكسيات ديال السعيديه تقاداو. ويلي غنباتو في الزنقه. لا شنو قالك بلي نباتو في الزنقه؟ بلي نباتو في لوطيل. هكاك وبلاتي بلاتي. اش بغيتي؟ نعيط على امي تعطيني التليفون ديال الشومه. شكون هذا الشومه ثاني؟ الشومه جارتنا على ماشي عندها خوها هنا في وجده. صافي حنايا عندها خوها في وجده هنا ونجيو نريبو عليه بحال الردم. طلعي 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 بنت عمي طلعي طلعي. بسم الله. مرحبا بكم في وجده. رايحين تخيموا في السعيديه ولا؟ لا راجلي سعيد راه ولا مدير في السعيديه. على عقوبه عليك من شوفور ديال التاكسي لشوفور ديال الماشينه. الله يجازيك بخير. السلام عليكم خويا الطاكسي ديال السعيديه. شكرا شكرا. هذيك الثالثه اليوم تزنع عليهم كلهم. ما خلينا تران ما خلينا طاكسي صغير ما خلينا طاكسي كبير بقى لنا الطوبيس. جيني مزوقه فيا عافاك ديني معاك دي معاك جربي السفر شوف كيف داير. السلام عليكم. السلام عليكم. السعيديه خويا ياك؟ لا هي السعيديه. نعم السعيديه. روح اسيدي. شكرا شكرا. بسم الله. سعيدية 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 سعيدية. واه سعيدية. لا لا واه راني جاية في طاكسي. ايوا خسرت لي اللوطو وخليتها تعدى في وجدة. واه قولي قولي بعدا واش درتو لي في قضية الجوق. سعيدية. واه سعيدية. ايوا مزيان ياك بعدا قلتو ليهم غدوة العرس والتريتور جا شاف البلاصه. شافها. ايوا مزيان. يلا هاني جاي. يلا سلام. سعيديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عبرتي اختي هادشي ديال العرس فيه غير صداع الراس وصافي. سعيديه.
إيوا الله يكمل عليك بالخير، غادي تزوجي سعيدية؟ أحلى، راه بنتي اللي غتزوج. الله يكمل بخير. والعريس خدام في السعيدية؟ لا سيدي، هو من غردايا. غردايا؟ سعيد كاين في المغرب شي مدينة سميتها غردايا؟ لا، العريس من الجزائر، زعما جزائري. من هضرتكم باين ليا مراكش. واش جيتو ديرو في السعيدية؟ راجلي سعيد غادي يولي مدير عندكم هنا في السعيدية. مدير؟ تبارك الله. ويلي لا، انا غنعرض عليكم الزوج تحضروا معايا في العرس. هو مادام في الحقيقة اللي بغيت تفهمي مني انا غير سعيد. غادي نجي ان شاء الله للعرس وغادي نجيبو معنا الكادو. شنو الكادو؟ زين راه الشيطان سعيد، ياك غادي نسكنو في السعيدية. ايه ايوا خلينا نديرو معارف. الله يهديك زين، واش بينا بين شي معارف؟ اشريف واش باغا تسبيناش؟ خلاص احنا مقلقين. الله يخليك، باقي ثلاث بلايص غير نعمرهم ونمشيو. وقولوا لي بعدا وفين غادي تجلسوا في السعيدية؟ ابي بك مدام، باقي ما عرفناش فين غادي ننزلوا. ايوا كون كان السي سعيد، انا غادي نشوف لكم واحد لوطيل غايه. ايوا انت مدير وخاصك تكون في احسن اوتيل. اكيد اكيد، هادشي اللي بجاوج الشرع. ها شنو سعيد ما كبرش بيك؟ مزيان الشريف. لا لا، غسر بينا خلاص، انا غنخلص لك هاد جوج بلايص. ايوا والبلاصه الثالثه؟ البلاصه الثالثه انا غادي نقول للسيده اللي عندها العرس تخلصها. واخا سيدي يلا يلا يلا. ياك لاباس ابن عمي؟ اللوطو سخنت، خصني نزيد لها شويه الماء ونتسناوها حتى تبرد شي شويه. هودو هودو بعداك، طبوا شي دوره في بنيدره، شوفوا السوق ديالها وحوسوا شي شويه. شكرا. مدام نزيد تجيب معنا شي دويره؟ لا لا سي سعيد، غير سيروا نتوما، انا يعني نعيط في التليفون ناول شويه على العرس. صح، يلا بصحه وراحه، النهار باين بزاف. الو الطوموبيل، الطوموبيل عاوتاني كخسرات، فهمت هاد النهار هذا المعكس هذا. تبارك الله، شوفي هاكاي هاكاي موجود. ها ها الخير ديال السجن، شوفي. مرحبا 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 مرحبا، خذي اللي بغيتي، راها ماركه والرخاء. لا لا لا، مس حنا دابا جينا غير نشوفوا، ملي نكونوا غاديين غادي نجيو نتقداو. راه هاد الماركه جايه من روسيا. سعيد فين جات روسيا؟ حتى كوبا، منها للهند. وحتى الدواء كنبيعوه. ياه كتبيع القوا من وحتى الدواء، وهذا الشيء كله هو جاي من هيه. كلشي من هيه، وحتى البنوات اللي خاصكم راه موجودين. شنو؟ البنوات اللي خاصكم راه موجودين. اه البنوات، زين ناخذوا شي سته البنوات نديهم لماماك. علاش؟ باش الا بتصبن الجفنه ما باقاش حتى تحطها على البنوات. سعيد ويلي 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 نسينا مول الطاكسي. ايه دابا نعاودو نرجعو لهناس، باش ندو جوج بنوات. ويلي اش غنديرو بهم؟ زيد زيدو السكوت، راه الطاكسي مشى علينا. يلا سيدي الطوموبيل راه موجوده. ايوا على سلامتك. يلا
راكي غايه مليحه ها. ولكن مدام هاد لوطيل بزاف علينا بين حنا شي لوطيل على قد الحال. سي سعيد والله تا دخلتوا ليا لخاطري وانا تشهيت لكم اسيدي هاد لوطيل. ايه انت تشهيتي لنا هاد لوطيل ولكن حنا ما تشهيناش نخلصوا هاد لوطيل. اسيدي الخلاص على حسابي وزيدوا المول لوطيل راه كنصاحب راجلي الله يرحمه. سعيد صافي بلا ما تعقد الامور حنا غادي نتبرعوا والمراه مسكينه غادي تخلص علينا. ولا جيتي لمراكش حنا نتهلاو فيك. الله يحفظك. واخا يلا دابا نشوفو. يلا زيدوا معايا يلا زيدوا تفضل. هانتوما قلتوا تفضلوا على ما نشوف الاستقبال نوسع عليكم ونيت نعرف رقم غرفة. واخا رقم الغرفة واخا مدام سمعتي قالت رقم الغرفة يمكن بغات تهرب لك بالراجل. انا راجل سعيد راجلك. شنتوما يا رجال ديما كتهمو شي حاجة ماشي هي هادي. زيد قدامي زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. بطاقة تعرف الوطن ديالي إذا سمحتوا. واخا سيدي هاك. شكرا. عطيها المفتاح عافاك. كلا. شكرا سيدي. والباكاج ديالنا؟ حنا غادي نتكلفوا به. شكرا. سي سعيد. نعم. شكرا. تبارك الله. راني مشطونة كنقعدت معاكم. شكرا. سمحوا لي. سلامة. يلا حبيبتي. يلا. الله يحفظ لكم الراحة. الله يرحم الوالدين شكرا. ظريفة سعيد. ظريفة هي تال خلاص غيتبان واش ظريفة ولا واعرة. شوفي نجيبو شي دورة فهاد لوطيل باين ليا مدخام. اه انا عجبني في الدخلة. زيد انت فيه تلعب بيسين. زين بحال هادي تيبان لك شتي راهو مهم شتي تبارك الله. اش نقول لك سعيد دابا هاد لوطيل شو شحال كبير وزوين ولكن بلي خاوي كاع ما فيه الناس بزاف. دروك هما ما في الصيف نسخ الحال والله ما تلقاي بلاصتك. شو هاد لابيسي شحال زوين عرفتي من الربح ولا هنايا بقاو نجيبو الدراري يعوموا فيه. جيبوا لي انت داك باك يخيم هنايا. قول لي زين. نعم. هذيك المرأة اللي جابتنا وحطتنا في هاد لوطيل واش عرفتي منين بشحال في هاد لوطيل؟ وايلي يا سعيد المرأة باينة معقولة وباين عليها الخير فاش غيجي لوطيل اللي خلصاتو؟ بيني وبينك زين بلي حشمنا مع ماي لوطيل. يا ربي يمين عليك تبعينا شي مكتوب. كتبان معقولة ولكن ما عرفت. صافا وليدي عطي التليفون لجداتك عطيها. مهمتي اه عرفتي شنو راه كلشي صورتو غير غتشوفي التصاور غيعجبك الحال. يلا خليتك على خير وسلامة مهمتي. امين مهمتي امين امين. زين واعر هاد لوطيل ها؟ سعيد راني هدرت مع الدراري الحمد لله كلشي بخير وعلى خير. توحشتهم سعيد. وعيلي يومين هادي وتحشتيهم؟ زين خصنا نسربيو روسنا. نخرجوا نشوفوا فين كاينه الدار الضريبه ونشوفوا السكن اللي بيعطيونا والمدرسه فاش بينا نقريو الدراري ونجيبوا شي دوره في المدينه. واخ الو السلام عليكم. نعم سيدي. لا صافي احنا جايين. نعم احنا جايين. شكرا. سعيد داير مع شي حد؟ لا الناس طلوطيل قال لك واش يجيبونا الغداء لانه ما احنا جايين. يلا يا حبيبي زعما هاد الدار الضريبة واش بغينا نلقاو هنا؟ غادي نلقاو خصنا غير نقلبو. واحد السيد نسول اجا خويا اسمع عبد الله يجزيك بخير بغيت نسولك. تفضل. بغيت اخويا فين جات الدار الضريبة هنا عفاك؟ دار الضريبه يا ابن عمي ما كاينش في السعيديه هنا كاع. لا زعما اين شاري في الشوارع جات تعطيك السر. دار الضريبه ما كاينش في السعيديه كاع هنايا. ما كاينش في السعيديه هي الناس ما تيخرجوش الضريبه.
لا تيخلصوا. يوم اللي كيخلصوا فين كيخلصوها؟ تيخلصوها في دار الضريبه في حفي. حفي؟ لكن انا ندري الشوش قال لي راه في السعيديه. وهذا المدير ديال دار الضريبه اللي كاين في حفي فين تيسكن؟ تيسكن هنا في السعيديه. ولكن علاش تسولت على دار الضريبه؟ حيت انا غادي نخدم هنا في دار الضريبه، انا هو المدير الجديد. مشرفين. السلام عليكم. السلام عليكم. هذاك جاي جاي شفتي كيفاش خنزر فينا؟ شتيه؟ يمكن هذا سالت على دار الضريبه. دابا صحيح علاش غادي نديرو؟ غادي نمشيو لدار الضريبه اللي كاينه في حفي ياك. علاش جينا؟ هذيك اللي دزنا عليها. اييه ويلا يلا ناخذ شي طاكسي. طاكسي وديرو معايا. يمكن هي هذه. هي جبت نعاس وتتبان كبيره ومخيره. الله 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 الله. شوف بلاصه الموتور جابها الله بلا ما نبدا ندفع فيه. مالك انت يا تاكلك فمك ولا سعيد؟ راك انت غتولي هو الكبير هنا، انت اللي غادي تولي كتحكم. كيفاش نحكم؟ واش انا في دار الضريبه ولا في محكمه الاستئناف؟ وانا غنبقى نجي عندك ملي غادي نكون جايه كلشي غادي ينعس فيا يقول هي هي مرات المدير. انت الا جيتي هنا انا غادي نقدم استقالتي. اجي قال لك تقدم استقالتك حنا عاد جينا. اجي لي ويلي بلاتي. اجي سعيد. سعيد بينا غادي تكون زوينه حتى من الداخل. يلا يلا ندخلوا نشوفوا البيرو، البيرو ديال المدير. غادي نحيد هذا الحيط. هذا الحيط الحيط الاخر غادي نزلو داك الكرياج نحيدو، ندير هنا الجاج وهنا الجاج وندير الضو في هذا البلاكا. وهذاك الاساس غادي ندير له واحد البركان هي تسع. السلام عليكم. كي راك غايه مليح؟ الحمد لله سيدي. كاين شي ما نقضيو؟ لا لا حنا غير تنتفرجوا صافي. كنتفرجوا عندنا لافوار هنايا انت كتحوش على الزقه. اسير سيدي اعطينا باتساع الاداره نبلع عليهم. ناري الزغبي قفرتيها. واش ما عرفتيش بحال كتهضر؟ معامل بالسلامه. بشر بحالي بحالو. لا ماشي بحالك بحالو، هذا راه هو المدير. ايوا اسمحي لي ما عندوش فصالة مدير. زين يلا يفحك قبل ما نصدقوا مع هذا في شي طاب وشي ما طاب. واخا دابا تشوف سعيد غير تبدا، هذا هو الاول جري عليه. يا بنتي يلا يفحك دابا يجري علينا حنا دروكا. حكيم مصطفى اجي قلع عليا واحد الحمقى منا. حمقى؟ شوف 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 خلي حكيم ومصطفى خليهم ترونكيل ما ديرونجيهمش، حنا غادي نمشيو. زينب واش انت بغيتي تبدا تتخاصمي مع الناس كاع مازال ما بدينا الخدمه كتحوصي على الزقا؟ زيدي قدامي تكركبي. راك غايه مليح. الحمد لله. ما كانش عليك تسامح ليها سعيد، غادي تصر عليك الموظف وغتخسر من بعد. وزينب انا جيت بلا صفه رسميه الله يهديك. واه ولكن انت عقلي عليه، راه كي غادي نبدا الخدمه غادي نبدا بوالديه هو الاول. جرى علينا من الباب. اه هو تيدير خدمته. المهم عجبتك الاداره فين غادي نخدم؟ حنا غادي نعيشوا هنا بخير وعلى خير. يعني يا سعيد راه غنتوحش الحومه والجيران. غتوحش لنا ميما والهضره الخاويه. ولك اش نقول لك دابا يكون الكرا غالي هنا في السعيديه. الكرا؟ هل انا غادي نكري؟ انا عمرك شفت شي مدير تيكري؟ لا انا راجع عتوني دار، ماشي غير دار، راجع عتوني فيلا وبالكراج فين نحط فيها الموتور. الموتور؟ اييه. واش عمرك شتي شي مدير كيسوق الموطور؟ ملي يعطيوك الفيلا خرج عينك وقول لهم يعطيوك الطوموبيل ديال السيرفيس بالشيفور. ان شاء الله ان شاء الله. شتي هذاك الجبل راه هو؟ هذوك هما الحدود ما بين المغرب والجزائر. هذيك راه الجزائر. ان شاء الله نهار نخدموا هنايا غادي ندير لك واحد الويكاند ونمشيو لوهران ونشوفوا الشاب خالد. كيعجبني. سعيد دابا هذا هو البحر اللي عايو فيه با. هو هذا واش باك بعدا تيعرف يعوم ولا غير؟ ما تيعرف لا يعوم لا والو كذب عليك وحق الله العظيم. المهم انا غادي نشري ليه شي كادو شي شورت ما كاينش تلمك الزعافه. شورت؟ واش غادي يدير بالشورت؟ غادي يعوم به في جمع الفلا. سعيد في الحقيقه بغيت نبرد رجليا. يا راي راي ويضربوني سبعه الموجات باش يحيد منك السحر. ها شد انت تبعك الديار واش معايا حسن معايا جي جي كاينه تبارك الله. خير ديال البركان. تبارك الله المعلم الله يسهل بخير. تبارك الله. شوف سعيد دابا الشيفور ديالنا غيبقى يجيبني تقدم لنا. غادي تقدم هنا هو.
كل شيء غادي يخرج من هنا. سعيد السوق احنا شفناه غزال تبارك الله، دابا خاصنا نمشيو نشوفو المدرسة ديال الدراري فين غادي نقيدوهم. يعطيك السترة سعيد، شوف شي مدرسة قريبة للدار ونشوفو شي كوميسارية وجامع وفرماسيان. ها يلا روحي روحي نمشي نشربو شي قهوة، راسي راه بغيت درس. روحي 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 روحي. هاد القهوة تيجلسو فيها هي الناس المهمين، وراه قالوا لي الفيلا ديال المدير ديال دار الضريبة راه قريبة لهاد القهوة. راك غاية مليح. قول يا خاي هاد القهوة تيجلسو فيها غير الناس المهمين ياك؟ لا كيجلسو غير السماصرية هنا. أولي يا سعيد حنا اش غنديرو بالسماصرية؟ أسيدي حنا راه غادي نسكنو في الفيلا ديال الخدمة. ولكن السماصريه كيصنصرو في كل شيء، اللي بغيتيها يجيبوها لك، ثلاجات تلفازات ماشي لافي وكل شيء ملهيه. سعيد اه كيفاش كل شيء ملهيه؟ زعما كل شيء من الخارج وباش يريبوا الاقتصاد ديال البلاد. اه قول لي هذا الليمون حتى هو ملهيه؟ لا هذا ديال هنا. ها كل نقدم لك راسي. شرفي انا سعيد مدير ديال دار الضريبه الجديد فحفير. قول لي السي ابراهيم فين جلقوه؟ شكون السي ابراهيم؟ مدير القديم. ايوا السي ابراهيم غادي يطلب زهرو. سعيد سولو واش عمرو دخل الفيلا ديال هاد السي ابراهيم؟ بغيت نشوفها كبيره من الداخل. غادي يخدم تسرباي في دارو في الدار ديال ولدو، عنده فيلا كبيره وفيها جرده ولا بيسين. سعيد زيد لي في البوربوار فرحني. سير عندك ما تدير، اما الا قابلتي هادي غتبقى بلا شغل بلا مشغله. سير سير الله يرضيك. سير نهلك تري البوربوار. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك ديك السيده اللي جابتنا للوطيل، ما سولتش فينا. رقم الغرفه 120. 120 اه سي سعيد جات وسولت فيكم، قالت لكم هذه العراضه هذه. سبحان الله العظيم، قلت انا غادي تنسى الساعه دارت الصواب، حتى حنا غادي نديروا الصواب ونعتذروا ليها. كيفاش غنعتذروا ليها؟ ما غنمشيوش يا سعيد. واش مرة تلاقيت معها في التاكسي وعندها عرس ديال بنتها ومشي حنا نحضروا العرس صافي؟ عافاك خلينا نمشيو نفوجوا. يا عندك الحق، جينا نحضروا نشوفوا هذا العرس ديال السعيدية كيف داير. والكادو؟ الكادو حتى البيت نتفاهموا عليه. شتي ايوا ولكن اجي نسيت كاع ما سولت ذاك السيد اللي في الوطيل. اه واش خلصت هذيك المرة ولا لا؟ شدي هاني جاي. ندخل البيت لعينك؟ لا تسنيني هاني جاي. واخ تسالي. اه لا لا ما كتشوفيش. سمحي لي باردون اكسكوزي ما راه جوزي با في باردون. سمحي لي لالا. كيفاش ما شتينيش؟ واش نتي ريبتي ليا كتفي وكتقولي ما شتينيش؟ شوف لالا راه الا كنتي بنت الناس راه جوزي دوموندي باردون. قلنا لك سمحي لي، شنو بغيتي دابا؟ واش بغيتي ضروك بنت الناس؟ زعما شنو انا ماشي بنت الناس؟ شوف راه حشمتيني وجه الدراري الصغار، ما والله تنوريك مرت من انا، انا راسي راه موظف كبير وقولي راه عمري بها فمك. ايوا ياك لاباس. انت كتشوف دخلت فيا تريبت ليا كتفي وزيدها بالفهمات. صافي سير 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 دابا نجي. سير 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 سير. مدام سمحي لنا راه ما تديش عليها شويه، راه فيها الاعصاب وداك الشيء، راه السيده شويه. ايوا ما كاين باس لكن هاك ماشي مشكله. غير هو وكملتها وجملتها قالت لك راجلي موظف كبير. لا هو ماشي كبير بزاف، فيه شويه ماشي. انا راجلي راه مدير دار الضريبه في مراكش، في نهار التالي متواضعين، ما كنقول لا راه بنت فلان بنت فلان، الحمد لله وني موديست. راجلك فين خدام؟ راجلي مدير الضريبه في مراكش. سمح لنا تفضلي تفضلي. الله يعاون سيدي. شتي خوك بابا يلا. الله يحضر في قضاء الله. يلا
اويلي 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 ياك ما جبتي لها سميتي عطا نعرف ملي كتكشكشي جيبيها فم وقول ونقول ليها اللي بغيت نقول فاش كتهمنا كاع صافي كنا وكنتو سرنا وسرتو وزيدو راك طلعتي كراد وترقيتي صافي هاد ترقيت نتخاصموا مع الناس كلهم ها الله ينال لي يخلي بلاصتو نقيه واش بغيتي ندير سعيد هاد مشي تعتذري ليها وما تجيبيش سميتي لالي حيها وصل يديها رجليها زين انا غادي نشري لك الكادو اللي بغيتي دير العرس ها نمشي نعتذر ليها حتى هي مرا مزيانه والله عمرها ضاع يلا هو الاول شوفي ابتسمي ابتسمي لها وداك الشيء اللي قلت لك ديريه بالحرف ما تجي ما تنقصي صافي وي وي بونسوار مساء الخير الله يخليك عيطي لي على مرت المدير ديال دار الضريبات مراكش انا هي انا سبحان الله رجعتي تبدلتي عليا بهذا الماسك اللي درتي زين برهبت تعتذر لك على داك الشيء اللي وقع ما كان مشكل سا ديجا وبلينا نسيت كل شيء ما كان حتى شي ما كان حتى شي اشكال لا تعيني تبغي تعتذر لك باش تسرح من لا والله غير سمحي لي لاله نطيعتك السر ما ديرهاش مني قلت الصواب راه انا اللي كنت واقفه وانت جيتي دخلتي فيا سمحي لي ضحكتيني الله يعطيك الخير واخا ما قدرتش نضحك الماسك على وجهي سمحي لي اختي ماشي مشكل غتخسري الماسك ما كان باس راه سي ديجا وبلي جوزي صافي ما كاين حتى شي حاجه غير نخسر الماسك نعاود نصاوبو ماسك اخر ياك غير الخير مطحون هذاك انت شنو كتجيها انت هو راجلها المدفر لا انا ولد خالتها سميتي فريد تبارك الله عليكم شوف سويتي بونسوار الله يعاونك تبارك الله عليك الله يحفظك تبارك الله عليك شتي زين بعدك شي ديال الماسك تيصاوبو بالخير في شكال هذا ماشي خيار هذه الحلبه بالبيض والافوكا زيد قدامي سبحان الله العظيم شحال عز عليكم يا عيالك بدات جل الخروج ياكم هذاك الشيء انا بنت خالتي فين مساء الخير سي سعيد لاباس بخير تفضل كي داير الحمد لله هيا لا زينب هيا في البيت هيا دابا جي ايوا سي سعيد انا اليوم جيتك بغيتك باش توقف معايا مرحبا ايوا انت كتشوف النهار اللي مات لي الراجل وانا وحدانيه ما حلتي العرس ما حلتي الجوق ما حلتي العراضه وحتى البنيته الوحيده اللي عندي هي غتزوج وتخليني وانا محتاجه لشي حد يوقف معايا حسن ما يختار لي العرس قول لي واش العريس هرب لا ها راه غير الجوق باقي ما جاش وعلاش بغا يجي الجوق من دروك ياك العرس كاين في الليل ايوا سيدي العريس قال لك خاصو هذا الجوق يجي يغني ليه واحد الغنايه سميتو ماشي غير واحد رتمره كنسمع به داك ديال يا خويا ويا بن عمي ويا بن قادي ماشي غير جي وقول درت مراه يا زينب يا لاباس 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 الحمد لله صافي وصلنا للغنوم دابا انا بغيتك توقف معايا العرس غيخسر لي السي سعيد نوقفوا معاك لاله واش دابا حنا خصنا نمشيو حتى للجزائر باش نجيبوا هذا الجوق لا انا غير بغيتكم توقفوا معايا حتى يتحل هذا المشكل ايوا انت كتشوف تاع عائله العريس هذه 3 ايام وهما في الطريق قبضوا الطريق سيدي من المغنيه الجزائر العاصمه الكازا الوجده وعاد غيجيو للسعيديه واي 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 نعاونوك لا نعاونوك لا نوقفوا معها ضروري نوقفوا معها نحم الوالدين شكرا الله يرتاح لي دابا
مالهم محبسين الطريق هكشي باش ما كاين بنادي صورتها بالله راهم يصوروا تيصوروا على شي حاجه كيصوروا شي حاجه تيصوروا شي فين صافي طلق مني صافي الله يرحم يبا ما كاين صافي واش تحنا في السعوديه مجد من الهيده ما كنعرف هذا الشيء شوف كبار شانك وليتي كتمشي البطوات على العين ولا اعتماد واعتماد هادي رشيد صافي رشيد رشيد صافي رشيد صافي رشيد صافي خويا تيتانيك تيتانيك ديال المغرب ديجا خويا تيتانيك ديال المغرب سي رشيد شكون هادشي تيتانيك ديال المغرب سي رشيد شكون هادشي بخير صباح الخير والله العظيم شكون هادشي اش هادشي شكون هادشي تيتانيك رشيد خلينا نصورو الله يرحمه شكون الراجل هذا هو عبد الرحمن التازي هذا هو دار داك الفيلم ديالو بحث على جوج مرات في الريزي في الماكينه عافاك عطيه يصور نعطيه يصور صورنا اختي اختي نصوركم واخا واخا صورني كنحمق عليها كنحمق عليك كنحمق على صافي واخا 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 صافي صافي طيب عاود عليه ولد عيد عاود عليه شرب معنا شي قهوه والله تشرب معنا شي قهوه بنا يلاه يلاه سي رشيد شرب معنا شي قهوه شرب معنا شي قهوه ونعيمه سي رشيد صور يلاه رشيد يلاه شكرا صافي الله يرحم ليكم شي المكياج المكياج عاد نعيمه نعيمه يحفظكم شي شي حزينه في الواقع زينه زينه ممثلين مزيانين زوينين شي كتبان صغيوره عرفتي الريجي هذاك شكون نعيمه نعيمه مشات تجيبها حتى للمعلم منهم حبسهم حتى شي واحد يلاه يلاه بلاتي نصاوب الماكياج ديالي حيت سي تاجي الا بغيتي نعم سيدي حنا نشاركوا معاك في هذا الفيلم فابور بلا يبانوا في التلفزيون يبانوا في التلفزه اخويا والله الا باش نقولوا في مراكش تلاقيناكم شربوا معنا شي قهوه راه جميعنا شي قهوه نخدموا مجان معنا مراكش سعيدين فينا اون ريبون سي فو بلي اون بلاس المرأة باينة لاباس عليها شوف تبارك الله وصل عندي فين كتسكن لا لا باين عشتي دابا جينا باش نشوفوا فين غادي نخدموا ونشوفوا المدينة كيف دايرة رزقنا هذا نحلوا في المشاكل ديال الناس يا سعيد الله يهديك راه الحباب هما اللي تيقوا بعضياتهم في الحزة هما جايبين الجوق بالجزائر والتريتر غادي يكون من تونس اجو نكفى من اللي غيجيبوها يقول موريتانيا ياه مرحبا ونهار كبير هذا انت كنقدم لكم من تيرانيا والعريس مولود زي مولود الله يكمل بخير نودي الله يكمل عليكم بالخير ما يفرحكم هذا هو السي سعيد اللي غادي يمشي معك للحداده فين للحداده الغاو الجوق ولا زينب بغات تبقى معنا حتى ترجعوا ان شاء الله قول لي هذا الجوق اللي بغى يجي من الجزائر كيعرف يغني داك الديسك ديال شداني لاش مشيت غايا كيعرف يغنيها بحال اللي قلت لك السي سعيد المرحوم خلى ليا بزاف ديال الاملاك من بنايات وعقارات وانا دروك عييت وما رانيش عارفه شكون اللي غادي يعاونني في هذا الشيء كلشي ايوا كنقلب على شي ولد الناس اللي يعاونني على دوير الزمان ويهز عليا الحمل يلاه نروحوا للحداده واخا سعيد عندك نصر كادو ما تجيبوش غادي نجيبو لك من الحداده واخا يا رب سلامه الله يديكم على خير شكويسه تايز لازينه يلا لله تبارك الله العزبة الله يكمل عليك بنتي بالخير غزالة تبارك الله الله يفرحك بنتي ولا زميلون أنا من الجزائر ياك أنت من الجزائر وديك ساعة تزوج شي عروسة من الجزائر مكتبة السي سعيد الحب ما يشاورش هاكاك أنت تقولوا بأنه هو المغاربة ما كيتحملوش مع الجزائريين داكشي بوليتيك خويا المغاربة خوتنا وحنا خوتهم وغاية ياك ابن عمي راك مليح خويا سعيد مليح سي بون خويا الله يعطيك الصحة سي بون وصلنا لي فرونتيير خويا عندك الفرونتيير هي هادي راح نوريك الحداده السفاح هاك راكم دايرين يلا يلا
راكم مزيانين كاين شي شتا كاين شي برد راهم لاباس هانين ماشي لاباس نتلاقاو غدوة ان شاء الله في هاد النص غدا السلام عليكم هذا يهضر مع عائلته في الجزائر اللي هو الجزائر تما كان ملي تبلعت الحدود وهما كاين غير غير من هنا هاكاك وهذاك هو الجوق راه هو راه واحد الشجره شفتو ان شاء الله شفتو كاع ما عنده الدربوكه وحنا كاع ما عندنا الدربوكه هذاك راه سميتو القلال راه هو هز هذاك السيد القلال عيله عليكم اذا خديجه كريم دروك الا بغاو يجيو في الطياره ولي يا سي سعيد خصهم يروحوا حتى الوهرن ومن الوهرن يشدوا الطياره يروحوا حتى لكازا ومن كازا عاد يجيو لوجده ما يوصلوا حتى تزاد عندك الولد ودير السبوع انا مالو ما يجيو من هنا لهنا ما يحكموش يخافوا ان شاء الله يطلبوا الله يفتح القلوب مرحبا مرحبا كي داير يحيى ايوا زوج دوزالهم فوق كتافهم وخمسه دخيق يقتلوا الواد وهما هنا دروك ندبروا لهم شي واحد يفوتهم كوم صالو بروبليم يا قلي لا باس صلاح صلاح فاميلاد بقاو تما دروك ندبروا لكم اللي يفوتكم صح ان شاء الله خويا ميلود ان شاء الله والله الحمد لله ربي خويا ميلود الحمد لله ربي خويا ميلود غير تنشطونا شويه مرحبا مرحبا خويا نشطوك الجديد خويا ميلود الاغنيه اللي وصيتكم عليها عارفينها يا بن سيدي ويا خويا عييت مقالي وماشي غير الواحد وقول درت امراه يحفظك خويا هذه هي اللي راني باغيها حافظه اه بيان سور يا خويا ويا قلالي ماشي غير جي وقول درت امراه اي رانا نزعقوا هنا هاد الليله غادي تنشطونا صح الجديد الجديد القديم ما عندنا ما نديرو به كلشي لاباس رانيا شحال هادي باش تعرفها هادي عامين تبارك الله زين السلام عليكم السلام هذا سميتو الروكا كيحرق الناس اسبانيا تفضل تفضل غادي تحرقوا بجوج لا واحد الجوق شحال بيهم سبعة مليون الواحد شحال مليون الواحد غير من الجزائر لهنا ايوا قول لي بريكول شنو هي جوج ملايين حسبهم قدام كيغنيو الي روتور متفقين واشرب معنا شي حاجه ما نجمش ندير الخدمه جروب واحد 11 مان تاع لي زافريكا غادي نديهم لجبل الطر واحد ثلاثه لاس بالماس وجوج نسقدهم لتركيا عاد نمشي نجيب لكم الامانه ديالكم واه يا ابن عمي راك غايه محرك ها سمر شرحنا نزعقوا ولا الخدمه دي خدمه هي هذه خدمتنا صعيبه صعيبه بزاف شوف انا غير مني تجيب لي الجوق مول الدربوكه عندك تحل الدربوكه في الماء ياك السي سعيد قلت لك القلال ماشي الدربوك لا لا ما تخممش نضربها على حسابي يلا اشرب معنا شي حاجه يلا يهديك واش انا من الصباح وانا نقول لك لاس بالماس وتركيا وهادي وتقول لي واش تشرب الخدمه ما نقدرش واخا غير شي وراك يدير معنا شي حاجه ومين شي افوكا غارسون واش الافوكا عافاك مرحبا بكم هذا السي عزيز قاضي ومراته محاميه مرحبا زارتنا بركه اهلا 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 بس اهلا خير هذا السي البشير كوميسير مراته مهندسه مرحبا السي البشير مرحبا اهلا
اهلا اهلا اهلا. هذا هو السي ابراهيم. السي ابراهيم مدير ديال دار الضريبه. مرحبا سيدي. مراته طبيبه. سعيد شفت الجوق تعطل. يمكن هذاك الرومبو يمكن تفعل لي الضو ولا شي مصيبه كحله وحرق بهم الطاليان. ويلي. يلا تفضل الشريف. زيد زيد سعيد خويا تكل عليك تردي الجوق للجزائر صحه انا مرتاح كون على شكرا كون كمره بنت يلا مش يا بسلام بسلام
تسلم بنيتي الله يثبت لك الغرس. سلام حبيبتي. سلام. تهلاي فلاتكم. تهلاي فلاتكم. سلام. سلام حبيبة ديالي. سلام. زين يلا نمشيو. عافاك السعيد خلينا غير تندوزو 3 ايام غنمشي نجيبو الوقعه ديال الانتقال ونجيبو الدراري ونقعدو كاع هنا حتى 3 شهور. سي سعيد ياك انت غادي تمشي وترجع وخلي معايا لا زينب. عافاك السعيد ميت ما تخلصش فلوس المركب ديال الرجوع. واخا المهم انا غادي نمشي و ما تخرجيش بوحدك. لا 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 كامل. الله يكمل بخير على البنيه يا ربي. امين. الله يكمل على بخير. امين. بارك الله فيك. الله يسلم نسيبتي العزيزة. كيف جاتكم السعيدية؟ لا غير عوينتك غاية. وفين بنتي زينب؟ راهي تما في السعيدية مليحة. راه مليحة سعيد. اش وقع لبنتي؟ ولا ندير صباعي في ودنيا ونغوت. اش بغا يوقع لبنتك؟ واه مشات للسعيدية وصافي. اش بغا هي غرقات في البحر. الله يهديك. اش من غرقات في البحر؟ مالك انت دابا انت القضية هادي غرقات في البحر ما تغرقها ندورو ليها حنا كاع مالنا على هادشي. ها الله ها هو التليفون قاطع في تقاد عليه الشارج ولا جاش. الله 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 على بنتي. الله على بنتي مشات صغيره ما شافت ما تشوفات. الله على بنتي. الله على الكفر دا ليا البنت وغرقها. واش انت بغيتي تحي لي البطن غير هكاك؟ الله يهديك. الو شكون؟ زين بخير. شوفي بلاتي ندوز لك امك. قلت لك على اللي راه بديتك حتى للسعيديه باش نغرقك في البحر. هيا ندوز لك. هاي الو بنتي زينب. ياك انت ياك زينب ياك. هي انا مهمتك حبيبه. هي لاباس عليك بنيتي. هي الله يرضي عليك بنيتي. الله يرضي عليك. الله يرضي عليك. ها سعيد ها هو ندوز لك. شكرا وليدي. شكرا. اسمح لي يا وليدي راه من حقي نخاف على بنتي. ايه من حقك تخافي على بنتك ولكن ماشي من حقك باش تطيحي هي انا البطل. ايوا يمكن ندخل نحط هذا الساك ونتسرح شويه نمشي للخدمه. ايه وليدي مرحبا بك. وين دخل مرحبا. شكرا. الله يرضي عليك دخل. ادريس سي سعيد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بخير. هذا دابا انا غادي نسيد المدير داكشي ديال الترقيه. داكشي ديال هي الخبيره في بلاصتها. لا ما عندي ما نتسالك. السعيديه ولا بلاش غيرها ما يحلاش. انا سي ادريس خذ هذه الحليوه فرقها للاخوه اللي خدامين عليه. والمناده المناده من بعد تنعاود نرجع. شوف وراه كاين ديك الحليوه اللي باتشيط ديال الوليدات. انا دخلت عند السيد المدير. تفضل. مساء الخير سيد المدير المحترم. اهلا سي سعيد تفضل. شكرا. يلا لقيتيني غادي نصيفط عليك. مرحبا نعمس. ايوا سيدي كنهنيك. الترقيه نعمس والانتقال ياك؟ بلا وات دغيا وصلوها لك. ونعمس راه مشيت حتى للمكان في بيت نخدم ودرت واحد الشويفه. مزيان
دابا انت غادي تولي رئيس قسم تماك. سعيد انا مسياك وجاب سعيد الهضره. نعم غادي تكون رئيس قسم في الفرعيه اللي حلينا في السعاده في مراكش. كيفاش؟ وراه عندك الطوموبيله ديال السيرفيس تاع هي. وزين بن عمس؟ شكون زين؟ مرتي. مال مرتك؟ انت بقات تما نعمس. فين تما؟ في السعيديه. مشات دوزات عطله؟ عطله عمس ودابا خصها تجي تلتحق بيا انا. يعني. واخا ماشي مشكل. غتمشي لهاد لوطيل وغادي تلقى المراتي تما كاينه وهي غتعاونها باش ترجع. ايه نعمس مرتي راه تصطحت مع مرتك زعما راه تلاقات مع مرتك ومرتك نعمس الله يعمرها دار. ايه وانت نعمس سيدي نمشي نلتحق بالعمل ديالي في السعيديه زعما في السعاده نعمس. غادي تلتحق في اقرب وقت ممكن. واخا شكرا. تفضل يا سي سعيد. شكرا سي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا خويا ويا ابن عمي ويا ابن قادي ماشي غير جي وقول درت مراه. يا زينب لاباس 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 الحمد لله صافي وصلنا للغنم. ايوا كنقلب على شي ولد الناس اللي يعاونني على دوير الزمان ايوا ويهز عليا الحمل. يا ود الترقية يا رئيس القسم. الو بونجور لالا فايزة اش اخبارك؟ هذا السعيد المراكشي اي اللي كان عندكم السعيدية. اما نكذبش عليك انا عجباتني السعيدية وحتى موليها. قول لي باقي البروجي اللي قلتي لي باش نتعاون معك فيه ونخدم معك اهلا باقي مستعدة؟ انا راه انتريسي. هيا مرحبا. الصداع لا هادي غير شي هدية ديال زمن هنايا عرفتي. شوف شوف لا فايزة دابا نعاود نتصلو. يلا لا اويلي زينب هاديك اويلي زين اش هتجيلي اش هتجيلي؟ سعيد جمعك الفوق الله يخليك ديما الفوق الفوق يا سعيد بقى تما انا غادي نطلع عندك ما تهبطش. ما تطلع عنديش سيري في حالك زينب سيري في حالك واش بغيتي تفضحي لي العراض؟ اويلي يا سعيد راني فرحانه وجاراتي فرحانين معايا انا باغا نفرقع العديان القلب باغا نعصر عليهم الحامض. واش انت بغيتي تخرجي عليا وتخرجي على خدمتي حاجه جرى عليا باش تخدموا الوالدين ديال بنتكم وسيروا في عيالاتكم سيروا العيالات الله يجزيكم بخير سيروا سيروا للدار سيروا. راه خايف من العين يلاه العيالات يلاه سيروا سعدي يا جارتي لالايا فرحي يا جارتي سعدي يا جارتي مالكي ليا سعداتو يا فرحاتو والترقية فرحي يا جارتي سعيد مالكي مالكي علاش فرحانة 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 وبزاف هادشي واش نجيبو تدير لنا المشاكل في الخدمة اويلي يا سعيد راني فرحانة بيك جيبي حليب وتمر Oh, no.